كحدا بحس انه المرة بتقدر تنتج اكتر من الزلمة. بس الاكتر عندنا هون بالمخيمات بالاخص الفلسطينية المرة صارت عم تشتغل وعم تشتغل لتعين جوزها، لانه جوزها عن جد حقيقة ما حدا عم بيقلع. قد ما اشتغل قد ما عمل ما عم بيقلع. اجار البيوت عندنا صارت خربان بيت، فالمرة صارت عم تسند جوزها عم تشتغل، واذا عنده الولد كمان حتى عم بيشغلوه، وللاسف ما عم بكفي المصروف. وضعنا وضع المعيشه الصعب، الغلا اللي نحن عايشينه غلا كثير فاحش. انا شغلي الاساسي نيرس، بشغل جراحه وعمليات، وحاليا صاحبه محل احلى صبايا اللي هو عباره عن اكسسوار ومكياج وفي بيجو وفساتين سهره. فاتحه محل 1 دولار وبشتغل شوي بالاونلاين. انا مسؤوله عن ولد عمره 13 سنه وعن بنت عمرها 14 سنه، فانا مسؤوله عن مصروفهم، عن دراستهم، عن معلماتهم، عن اكلهم وشربهم. هلا عنا اعياد مثلا، انا مسؤوله عن هذا الشيء. فاتحه المصلحه مش ملتزمه فيها وقتي الطويل لحالي، يعني انا وقت ابني مثل هلا ابني كان فتح لي هو المحل لبل ما انا خلصت الطبخ والبيت، وبنزل وبنهار يعني اوقات بقسم وقتي، بنزل على السوق بجيب بضاعه، اوقات بضطر اسكر بصراحه لانه ما كل الوقت بقدر اخليهم عندهم لانه دروس. فاتحه محل هون بجنب مستشفى حيفا، بالي مواد تنظيف، اكسسوارات، لانه هالايام الواحد والله ما عاد في يقدر يشتري جديد. اذا بالي و تقول له القطعة ب200 بقول لك مش ب100. الله يعين العالم، الله يفرج على الجميع. الوضع بده تشتغل العيلة كلها، المرة والزلم، لحتى يقدروا يلحقوا. وأنا الحمد لله يعني هي أنا بشتغل، وجوزي الحمد لله فاتح محل الخضرة، وكتر خير الله. برمضان إحنا بنشتغل هون بمحل الحلو يعني لنعين حالنا، لأنه الحياة غالية وما عاد يقدر الواحد لمستلزمات الحياة. يعني جوزي مريض بيحتاج لأدوية، بيحتاج لمستشفى، بيحتاج لغذاء، لأكل. يعني الحياة صعبة، إذا ما وقفنا يعني مع بعض الحياة ما رح تستمر. وبرضه مش عم نطالب بحقنا أكتر من اللازم، هذا الحق الشرعي الوحيد لإلنا إنه إحنا نقدر نكفي حياتنا، من المدارس، من الطبابة، من أي شيء. يعني اطلع لبرا الناس كلها عايشة، اطلع على المخيم بتلاقيه حزين بأهله بسكانه بمعيشته بكل إشي. ما هديك الحياة اللي احنا عم نتطلب فيه. أنا بحب أعلم ابني، بس وين بالنتيجة بده يشتغل؟ بده يشتغل بالمخيم، ما رح يشتغل برا. كفى